Now, Tasneem, what do you want to say to the friend? Welcome to Ward Bahija's garden. Thank you so much. I appreciate it. السلام عليكم الاخوات الفضيلات. بغيت نشارك معكم البنتوجات اللي زرعت هذا العام في الجريده ديالي في الباكيار. ما شاء الله كثير المنتوجات وكل شيء تبارك الله طلع مزيان كما كتشوفوا. تبارك الله زوكيني القرعه الخضراء كبيره كبيره بزاف ما شاء الله. هذه كبر منها كاع تبارك الله وصلت على النبي سبحان الخالق. وانتم كما كتشوفوا زرعت الطماطم وزرعت بنانا بيبر هذه زوينه بزاف تيحمقوا عليها الاولاد وكذلك الزوج ديالي. زرعت كذلك الخيار زرعت الفلفل. غادي من هنا واحد شويه ان شاء الله غادي نخرجكم تشوفوا الجريده معايا وتشوفوا المزروعات ونتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. اذا الاخوات الفضيلات كما وعدتكم انا غادي نديكم الجريده ديالي نشارك معكم المزروعات. كما قلت لكم هادو ما شاء الله طماطم تبارك الله. انتما كما كتشوفوا ما شاء الله هذه كلها طماطم عطتني بزاف الحمد لله. يعني انا كتعجبني هذه الهوايه ديال الزراعه هنا في ميريكان خاصه انك اي حاجه زرعتيها كتصدق. هذا النعناع هذا واحد النوع اخر ديال الطماطم. وهنا الاحباء ديالي هنا زرعت زوكيني هذه كلها زوكيني كاينه هنا يعني القرعه الخضراء وكاينه واحد القرعه حنا كنسميوها الكمانجا كتكون صفراء هي اللي مزروعه لهيه مازال ما ناضش. هذه القرعه الخضراء ما شاء الله يعني كثيره كل هذه المساحه قرعه خضراء. اذا باش نوريكم كل شيء الاخوات غادي نمشي معكم بالتدريج وحده بوحده. غنبدا باليمين غنبدا بالطماطم الطبيطوش ونمشي للفلفل اللي من بعدها الى غير ذلك. فتبعوا معايا ان شاء الله هذا الفيديو. انا الحبيبات ديالي جلست نصور لكم ولكن نسيت ما صورت لكمش جوج ديال الانواع ديال الفلفل ولهذا غنمشي بالترتيب باش ما ننسى حتى حاجه حتى من الاشياء الصغيره غادي نصورها لكم ان شاء الله. ونتمنى تمتعوا بهذا المناظر الجميله والحمد لله. اخوات كما قلت لكم هذه هي الجريده وهذه هي المنتوجات. الطماطم هي الاولى ما شاء الله هيا من بعد يعني كما قلت لكم كاينه هذه حتى هي نوع اخر ديال الطماطم. من بعد كاينه الفلفله الخضراء راني هزيت بزاف الغله وخليت لي باقي خصو ينضج اكثر. ها هو كما كتشوفوا الفلفل هذا الصف كله ما شاء الله فلفل. هذه كما قلت لكم بنانا بيبر عزيزه على ولدي. هاد المزروعات زرعتهم انا والوليد ديالي ما شاء الله تبارك الله عليه الله يحفظه اشرف. اذا كما كتشوفوا هذه هي المزروعات اللي زرعنا وكذلك حاولنا باش نزرعوا هذه المزروعات بطريقه طبيعيه يعني ما زدت لا اسمده لا حتى حاجه فقط يعني جبت البذور وجبت شي شجيرات صغيره وقلت بسم الله توكلت على الله اللهم بارك والله تيجعل البركه. وهاد المنتوجات تتنتج طبيعيه تتكون صحيه اكثر فيري هيلثي. كذلك ما شاء الله الجيران ديالي ناس طيبين جدا امريكيات طيبين جدا. يعني سافرت عند الاخت ديالي قالوا لي غير تهناي احنا غنتهلاو ليك. كانوا كيسقيو لي الجريده من هذا المنبر تنقول لهم thank you so much شكرا جزيلا. كذلك زرعت الكابيج يعني الملفوف ملفوف وكذلك زرعت يعني المعدنوس وزرعت الزعتر. انا غادي نمشي نوريه لكم. ودابا جبتكم من هاد البلاصه اخرى. هذه بلاصه زرعت فيها كما كتشوفوا هذا الخيار
ثلاثه الخيارات اللي لقيت، كنظن كاينه واحد الخياره هنا بانت ليا كما كتشوفوا، ها هي كبيره ما شاء الله. غادي نقطعها دابا نيت بسم الله اللهم بارك كما كتشوفوا ما شاء الله. والطماطم زياده ديال الطماطم بزاف ما شاء الله. ها هي تسنيم كتوريكم هذيك الخياره اللي لقينا. ثانك يو تسنيم، شكرا تسنيم. هذا كما كتشوفوا الزعتر زرعته في واحد الفيس، وهذا المعدنوس كذلك. ها انتم كما تشوفوا كلشي تبارك الله كبر مزيان، كلشي تبارك الله في احسن شيب احسن شكل، كلشي عطى الغله ما شاء الله بزاف بزاف بزاف. فالزوج ديالي قال لي خاصك تعطي الصدقه لان كثير وما يمكنش ناكل هادشي كله بوحدنا. فيعني عمرت كل جيراني كلشي تنعطيه الطماطم ونعطيه الفلفل ونعطيه، يعني كاع جيراني طيبين وظريفين وشعبيين واخا امريكانيين شعبيين، كان شعبيه بزاف كنتعامل مع الناس فكذلك حتى هما تيتعاملوا معايا وكيتجاوبوا معايا الحمد لله. الله سبحانه وتعالى رزقنا حب الناس حتى ولو ما يعني ماشي حتى غير المسلمين ولكن كاع الناس ديال بني ادم الحمد لله والشكر لله. فالحمد لله على فضل الله وعلى خير الله والشكر لله اولا واخيرا. نسأل الله عز وجل اللي رزقنا الحب ديالو وحب المؤمنين والمؤمنات وحب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الصالحين اللهم اجعلنا من الصالحين اللهم آمين. المهم الأخوات شاركت معكم هذه الهواية اللي عزيزة عليا بزاف، ملي كنوض الصباح اول حاجه كندير واحد شي شويه ديال الرياضه كتساعدني شي شويه على التنفس مزيان وعلى دقات القلب تكون مزيانه، لانني عندي هذاك المشكل شي شويه ديال فقر الدم. فالحمد لله يعني هذا الجريده كتساعدني باش ندير شي تمارين رياضيه، كنوض الصباح كنقاد المسائل كنحيد الا كان شي كراس ولا بحال هكا ما بين الشجيرات، كنقطع نقطف المنتوجات وخيرات الله عز وجل، ونشم داك الهواء النقي. يعني كما قلت لكم كنفطر دائما في جريده كذلك، ومن بعد ما كنقطف هاد المنتوجات كنفطر في جريدتي وتنتوكل على الله وتنبدا نهاري مزيان. كنصح كل اخت في بلاد الغربه وعندها هاد لوبورتينيتي يعني عندها هاد الفرصه انها تزرع شي منتوجات تلهي راسها وتزرع بعض المنتوجات، ولو على الاقل يعني تزرع بحال النعناع تزرع بحال القزبور بحال المعدنوس الاشياء البسيطه اللي ما قدرتش دير هاد الاشياء اللي كبيره بزاف وثقيله، منها كتلهي نفسها كتشغل نفسها ومنها كتمتع باكل يعني المأكولات اللي ما فيهاش بزاف ديال الكيماويات واللي هي طبيعيه واللي هي صحيه واللي صراحه احنا محتاجين لها بزاف. فكثير من الناس كيعانيوا من هاد الامراض بسبب الاسمده الكيماويه اللي كتزاد لهاد المنتوجات ديال الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى كريم وقادر ومقتدر، انسان خاصو يتوكل على الله ويزرع داك المنتوجات وهو اللي كيكبرها وهو اللي كيرعاها. الاخوات كما كتشوفوا ما فاتنيش انني زرعت هاد المزروعات اللي غادي نبقى نحتفظ بهم في وقت الخريف ووقت الشتاء فقط في البيت. يعني هادشي اشياء ضروريه، النعناع روزميري قزبور زعتر بالانواع والاشكال، هذا المعدنوس البارسلي، ونفس الشيء هنا كما كتشوفوا
كنحتفظ بهذا الشيء، كاين فعلي بزاف. كنظن احبائي راني وصلت لنهايه الفيديو. كنسال الله عز وجل يرزقنا ويرزقكم من طيباته ومن خيراته، ويجعلنا ناكل ما هو حلال طيب مبارك، ويبعد عنا ما هو حرام. وتنسال الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في ديننا وفي دنيانا وفي اهلنا وفي مالنا. اللهم امين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قدم اليكم هذا الفيديو من طرف عالم بهيجة دين ودنيا. أتمنى أن يعجبكم. إذا أعجبكم لا تنسوا لايك والاشتراك كي يصلكم كل جديد. أحبكم جميعا في الله. شكرا جزيلا للجميع، وإلى موعد آخر نلتقي بإذن الله مع فيديو آخر جديد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.